تداول موقع رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأمريكية جينيفر جراوت نجمة برنامج أراب جوت تالنت في موسمه الثالث، حيث ظهرت في الفيديو المتداول وهي ترتل آية الكرسي بصوت عذب، وهو ما أبهر كل المستمعين وتناقلوه على أوسع نطاق. وجاء تعليق جينيفر على الفيديو عبر صفحتها على انستغرام: عندما أصبحت مهتمة بالموسيقى العربية لأول مرة أخبرني أستاذي أن أبدع بالاستماع إلى القرآن الكريم كتمرين من أجل البدء في الانغماس في جميع الفروق الدقيقة في الغناء العربي، والكثير من مطرب الطرب العظماء لهم جذور في تلاوة القرآن. والجدير بالذكر أن جينيفر قدمت عددا من الحفلات باللغة العربية خلال إقامتها في المغرب عام 2014، ورافقها حينها شاب يدعى سعيد، وتمت خطبتها له وأعلنت إسلامها ثم تزوجت، وانتشر لها فيديو وهي تعلن إسلامها وتنطق بالشهادتين. وفي عام 2015 رزقت جينيفر بطفلتها الأولى من زوجها المغربي. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.